والعجبت لمن خاف. أي واحد يخاف من أي حاجة. عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أي واحد يخاف من أي حاجة يفزع إلى إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله بعاقبها يقول إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. شوفوا عبرته حتى وعجبت لمن مكر به. كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعاقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مضى.